البطل هنا مستعد للترنيم. كلكم مستعدين ترنموا؟ كلكم عايزين ترنموا؟ انا مستعده جدا. تعرفين ان الترنيم ده عامل زي هديه؟ احنا بندي هديه لله لما بنرنم له، صح كده؟ طب انت لما بتيجي تجيب هديه لواحد صاحبك، او انت لما بتيجي تجيب هديه لواحده صاحبتك بتحبيها قوي، بتجيبي اوحش هديه ولا احلى هديه؟ احلى هديه. طب لما نيجي ندي هديه ليسوع، نديله هديه مش حلوه؟ نديله احلى هديه في الدنيا، صح؟ فلما نيجي نرنم مع بعض، مش هنرنم كده واحنا قاعدين بنتاوب ومكسلين كده ونايمين، لا طبعا، صح؟ الابطال الشاطرين يرنموا بكل قوتهم من كل قلبهم عشان دي هديتهم لله، صح؟ طب وروني كده الاستعداد بتاعكم، كم حد مستعد؟ ها، برافو. عايز ارنم بس بقوه، قوه كبيره تهز كل الجبال اللي حوالينا دي. مستعدين؟ مستعدين ندي احلى هديه ليسوع؟ يلا بينا. عايز ارتل. عايز ارتل بس بقوه، قوه كبيره تهز جبال، قوه تخلي الميت يصحى، قوه تخلي الكل رجال. عايز افرح فرحه كبيره، فرحه تسع كل الافلاك، تملك قلبي وتملى كياني وتعزيني اليوم رؤياك. كل عظامي ترتل لي، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك. مجدا 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 ليك. كل عظامي ترتل لي، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك. مجدا 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 ليك. عايز ارتل بس بقوه، قوه كبيره تهز جبال، قوه تخلي الميت يصحى، قوه تخلي الكل رجال. عايز افرح فرحه كبيره، فرحه تسع كل الافلاك، تملك قلبي وتملى كياني وتعزيني اليوم رؤياك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك. مجدا 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 ليك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك. مجدا 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 ليك. ايه كل عظامي ترتل ليك دي؟ ايه عظامي دي؟ حد عارف ايه عظامي؟ العظم. العظم بيرنم ليسوع؟ طب واللحم بيرنم ليسوع؟ بيرنم ليسوع. لما انت بترنم بكل قلبك، بكل قوتك، بكل حاجه فيك، حتى عظمك ولحمك وقلبك وعقلك وعينيك وايديك بترنم ليسوع. انا لسه شايفه ناس متضايقين كده ونايمين ومش مش صاحيين. هنرنم بكل قوتنا ليسوع. عايز افرح فرحه كبيره، فرحه تسع كل الافلاك، تملك قلبي وتملى كياني وتعزيني اليوم رؤياك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك. مجدا 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 ليك. كل عظامي ترتل ليك، عايش فيا وعايش فيك، نفسي وروحي بيفرحوا بيك. مجدا 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 ليك. هو مين اللي عايش فيا وعايش فيه ده؟ يسوع عايش جوايا وانا عايشه جواه. مفروض ابقى فرحانه ولا ابقى متضايقه؟ عشان واحده صاحبتي ضايقتني الصبح فانا متضايقه، ينفع؟ ما ينفعش. ده هو بنفسه عايش فيا، فالمفروض ابقى فرحانه قوي، صح؟ ينفع اتنطط من الفرحه؟ جاهزين تنطوا من الفرحه؟ انط من الفرحه، امشي ورا على طول، اجري اجري اتمم ما شئت، والف على اصحابي واقول. انط من الفرحه، امشي ورا على طول، اجري اتمم ما شئت، والف على اصحابي واقول. يلا نقول يا يسوع بيحبني، يا يسوع بيحبني، انا يا يسوع بيحبني، مجدا هللويا. ربي يسوع بيحبني جدا، غفر ذنبي. ربي يسوع بيحبني، قبلني ليه،
يسوع ملك الملوك مجدا هللويا، يسوع رب الأرباب مجدا هللويا، يسوع ملك الملوك مجدا هللويا، يسوع رب الأرباب مجدا هللويا، رئيس السلام مجدا هللويا، رئيس السلام مجدا هللويا، رئيس السلام مجدا هللويا، رئيس السلام مجدا هللويا، يسوع الراعي الأمين مجدا هللويا، يسوع دايما معين مجدا هللويا، يسوع الراعي الأمين مجدا هللويا، يسوع دايما معين مجدا هللويا، رئيس السلام مجدا رئيس السلام مجدا هللويا، رئيس السلام مجدا هللويا. مين الملك؟ يسوع ملك ايه؟ طب مين الملوك؟ احنا الملوك؟ انت ملك؟ انت ملكة؟ انت ملوك؟ كلكم؟ مين قال لكم؟ يسوع اللي قال لكم؟ فين؟ في الكلمة؟ ايه ده الكلمة بتقول ايه؟ جعلنا ملوكا وكهنة. دي آية في الكتاب المقدس؟ طب تعالوا كده نقولها مع بعض عشان اللي مش عارفها يعرفها. وجعلنا ملوكا وكهنة. ملوك وكهنة. كهنة دول اللي بيرنموا ويسبحوا ليسوع، صح؟ بيقدموا له هدية جميلة اسمها هدية التسبيح، صح؟ وكمان ملوك. ملوك على ايه طيب؟ حياتهم، ظروفهم، جسمهم. يعني اما جسمي يبقى تعبان ومكسل ومش قادر يتحرك الصبح، ينفع اقول له انت صحيح، انت مشفي، انت قوي، صح؟ عشان انا الملك بتاعه، مش كده؟ ينفع ابقى ملك على ايه تاني؟ مذاكرتي، درجاتي، ينفع اقول لها انت بتزيدي، واقول لمخي انت بتفهم احسن وبتركز اسرع. واو، ده انتم ملوك بجد. بقى الترنيمة الجاية فيها حتة بتتكلم عن الملوك، الشاطر يعرف فين الحتة دي. اقعدوا عشان هي ترنيمة جديدة هنتعلمها مع بعض. عايزة الناس كلها عاملة كده مركزين. الآية بتقول ايه؟ وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، صح كده؟ هنتعلم ترنيمة والشاطر يعرف فين الحتة اللي بتتكلم عن الملوك، ان احنا بقينا ملوك. ترنيمة بتقول هعيش أغني ليك، أحتفلك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك وأسجد ليك يا مليك. هو الملك بتاعي، صح؟ يبقى أنا هعيش أعمل إيه؟ أغني ليسوع. وده دور الكاهن اللي انتوا لسه قايلين عليه، صح؟ إن هو بيرنم ليسوع. انتوا كهنة، صح؟ بترنموا ليسوع. تعالوا نتعلم الترنيمة دي مع بعض. هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك وأسجد ليك يا مليك، هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك وأسجد ليك يا مليك. يلا سهلة قولوها معانا. هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك وأسجد ليك يا مليك، هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك وأسجد ليك يا مليك. أجلستني في السماوات فوق كل الرياسات، أجلستني في السماوات فوق كل الرياسات، خلتني لك ابن وشريك، هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك وأسجد ليك يا
قلنا من شوية ده أجلستني فين؟ الكتاب المقدس بيقول إن يسوع لما قام الموت قومنا معاه، ولما طلع السماء قعد على كرسي الملك وقعدنا معاه في السماوات. ده الكتاب اللي بيقول كده، أجلستنا في السماوات مع المسيح يسوع، أجلسنا معه على إيه؟ على كرسي الملك. وبعدين بقى التانية بيقول إيه؟ أجلستني في السماوات فوق كل الرياسات. مين الرياسات دول؟ مين يا جوشوا؟ مين الرؤساء؟ مين اللي يسوع أجلسنا فوقيهم؟ انتصر عليهم وبقى هو فوقيهم وإحنا معاه فوقيهم. ها؟ برافو إبليس وكل الجنود الشريرين بتوعه، صح؟ كل الأرواح الشريرة، إحنا بقينا فين؟ فوقيهم، أعلى منهم بكتير، نقدر نتحكم في أي حاجة في حياتنا، مش هم اللي يتحكموا فينا، صح؟ خلتني ليك ابن وشريك، يعني أنا لما قمت مع يسوع أنا بقيت ابن الله، اتولدت منه وشريك في إيه؟ في طبيعته. شريك يعني زيه، يعني معاه، يعني عاملين كده، اعمل بيدك كده، كله يدخل ايديه كده صوابعه في بعض، برافو برافو برافو. احنا بقينا واحد مع يسوع، شركاء في طبيعته الجميلة. ايه طبيعة يسوع الجميلة؟ بتعمل ايه مثلا؟ ها؟ ايوه كرولوس، محبة. ايه تاني؟ هاي جلوريا، بر، يعني صح الصح. هاي ماثيو، ما بتعملش خطية، يعني بر برضو. ها؟ ايوه توني، ما بتعملش الغلط. ايه ده؟ ايه الشطارة دي؟ اخر حد طبيعته عندها سلام كده وهدوء. يبقى هو خلاني ابن وشريك ليه. اجلستني في السماوات فوق كل الرياسات، اجلستني في السماوات فوق كل الرياسات، خلتني لك ابن وشريك. أنا فيك هعيش بك هسود، أنا فيك هعيش بك هسود، أقدر على كل شيء. هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك وأسجد ليك يا مليك. هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك واسجد ليك يا مليك. مين اخد باله من الحته بتاعت الملك؟ انا فيك هعيش بيك. ايه هسود دي؟ يعني ايه هسود؟ هبقى ملك، هملك على جسمي وصحتي وشطارتي ومذاكرتي ودرجاتي وكل حاجه في حياتي، صح؟ يبقى هي دي الحتة اللي كنا بنقول عليها، أنا فيك هعيش. طول ما أنا عايش في يسوع، يسوع فوق كل حاجة، صح؟ وأنا لو أنا عايش فيه هبقى فوق كل حاجة برضو، فأقدر أعمل إيه؟ أبقى ملك. برافو برافو يا سيفين، هبقى ملك على كل حاجة في حياتي. تعالوا نقولها تاني. أنا فيك هعيش بك هسود، أنا فيك هعيش بك هسود، وهقدر على كل شيء. هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك واسجد ليك يا مليك. هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك واسجد ليك يا مليك. أجلستني في السماوات فوق كل الرياسات، أجلستني في السماوات فوق كل شيء الرياسات، خلتني لك ابن وشريك. هعيش أغني ليك، أهتف لك وأفرح بيك، هعيش أغني ليك
واسجد ليك يا مليك، اعيش اغني ليك، اهتف لك وافرح بيك، اعيش اغني ليك، واسجد ليك يا مليك. انا فيك هعيش بيك هسود، انا فيك هعيش بيك هسود، وهقدر على كل شيء. هعيش اغني ليك، اهتف لك وافرح بيك، هعيش اغني ليك، واسجد ليك يا مليك، هعيش اغني ليك، اهتف لك وافرح بيك، هعيش اغني ليك، واسجد ليك يا مليك، هعيش اغني ليك، اهتف لك وافرح بيك، هعيش اغني ليك، واسجد ليك يا مليك. ممكن تسجد ليسوع وتقول له انا بشكرك لانك خلتني ليك ملك وكاهن، خلتني ليك ابن وشريك. قل له انا بحبك قوي يا يسوع، انت السبب ورا كل حاجه جميله في حياتي، انت احلى حد في حياتي، انت اللي حمتني وحفظتني لحد النهارده، انا موجود هنا بسببك. كم مره ابليس حاول ان هو يعمل لي حاجات شريره وحشه كتير، لكن انت اللي حمتني. في كل مره كان بيحاول ابليس ان هو يعمل معايا شر كبير، لكن ملائكتك كانت حواليا بتحميني، وانت بنفسك كنت جوايا بتقويني. عشان كده انا فيك هعيش طول الوقت، لاني ابن ليك ولاني بتاعك، هبني كل حياتي عليك انت وعلى كلمتك. انت وحدك اللي تستحق انك تاخد كل تركيزي وكل محبتي، عشان كده انا عايز ابني حياتي عليك، مش على افكار العالم الغلط، لكن عليك انت. عشان كده انا بركز معاك انت وبسمع كلامك انت، انت وبس، مش هسمع افكار العالم الشرير اللي عايز يوقعني، لكن هفضل في يسوع اللي عايزني فوق فوق فوق، ومش بتأثر بكل حاجة في العالم، لأني قوي ومبني على صخر يسوع. هاليلويا. الراجل العاقل بيبني حياته على مين؟ على يسوع اللي هو الصخر، اللي هي كلمة يسوع. تيجي نقول الترنيمة دي عارفينها صح؟ الرجل العاقل يبني بيته على ايه؟ على الصخر. الرجل العاقل يبني بيته على الصخر، الرجل العاقل يبني بيته على الصخر، الرجل العاقل يبني بيته على الصخر، فتسقط الأمطار عليه، تسقط الأمطار، هتغرق ولا ايه؟ الأمطار ترتفع المياه، والبيت على الصخر يثبت. ده احنا. الرجل الجاهل يبني بيته على الرمل، الرجل الجاهل يبني بيته على الرمل. ده مش احنا. الرجل الجاهل يبني بيته على الرمل، فتسقط الأمطار عليه، تسقط الأمطار، تسقط الأمطار ترتفع، مية عمالة تزيد، تسقط الأمطار ترتفع المياه، والبيت على الرمل يهدم. فلنبني حياتنا على الرب يسوع، فلنبني حياتنا على الرب يسوع، فلنبني حياتنا على الرب يسوع، وحياتنا في المسيح تثبت. فلنبني حياتنا على الرب يسوع، فلنبني حياتنا على الرب يسوع، فلنبني حياتنا على الرب يسوع.
يسوع وحياتنا في المسيح تثبت. احصل لك ايه في المسيح؟ عايز اسمع بصوت عالي، احصل لك ايه في المسيح؟ تثبت وبعدين تقع ولا هتثبت على طول؟ تثبت على طول زي البيت اللي مبني على الصخر، على يسوع.